البنت كانت هي والجدة في وهران، وبعد الرجوع تاعهم على طريقة مشنت صرا حادث مرور يتيم جسمان خطير، والبنت تعرضت للحادث وتكسرت على مستوى الحوض وقعدت في مستشفى عين مشنت لمدة شهر. وهي خرجتها للدار للعائلة واللي تبي نسكن في السانكيام باه نطلعها، نعيط للحماية المدنية يطلعوها لي، حماية المدنية يهودوها لي، حماية المدنية يطلعوها لي. بعد العناء الطويل وليت الخجل ثم الخجل، بعد السكانير والفحوصات اللي راني درتها فوجئنا باللي الأعصاب مقطعة، الأعصاب تاعها تقطعت وعرق اللسان مقطع والعظم الداخلي تفتت غير العظم الفوقاني اللي يجبر. صدمة باللي البنت غادي تضيع. كنت سالت الطبيب في الخارج بروفيسور كبير، الاسم تاعه هو في الاردن في مستشفى رويال، وبعد الاتصال وشاف الفحوصات الكامله تاعنا تاع الجزائر هذه تاع كيقول له، قال ممكن نستعملك هذه الثلاث عمليات جراحيه، هذه ثلاث عمليات للبنت، هذه العمليه تتكلف 15 اورو اي ما يعادل 300 مليون جزائريه، 300 مليون جزائريه. وها هي الاثبات تاعه والسيناتور والورقه تاعه اللي بعثها لي، اللي عنده شيمة في العروبة وفي الإسلام يعاوننا. الله غالب أنا سيارة أجرة وسيارة قديمة، نهار نخدمه 10 حبسة وراني لاجئ لكم باه تعاونوني ننقذوا هذه البنت. كانت مشرفة على الزواج، كان باقي لها أسبوع بعد الحادث، كان باقي لها أسبوع وتروح عروس، لكن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم، انا بودية كوثر من ولاية سعيدة، في عمري 20 عام، تقدرت عليا، درت اكسيدون، قدر الله ما شاء فعل، ربي كتب لي هذا الشيء. قالوا لي الطب باللي بانسان سعيدة راه مفتت وتقطع لي نيرسياتيك، وليت كاع نحس بكراعي، ما نقدر نحركه، ما نقدر نتمشى، ما نقدر ندير والو. ودروا كي شفت الحاله تاعي رايحه وتزيد وما كان حتى حل هنايا، رسلت طبيب خارج التراب الوطني في الاردن، قال لي بلي يجوك ثلاث عمليات باش تقضي. نطلب من المحسنين ورجال الاعمال وناس الخير يعاونوني، وباغيه نريح وباغيه نولي كيما كنت، وربي يحفظكم ان شاء الله.